شنت شرطه الاحتلال الاسرائيلي حمله اعتقالات في القدس المحتله على اثر فتح مصلبه بالرحمه كما صعدت من استهداف حراس المسجد الاقصى المبارك حيث اعتقلت حارس المسجد واعلن مسؤولون في دائره الاوقاف ومجلس الاوقاف الاسلاميه خطوات تصعيديه واعتصاما مع حراس المسجد بعد اعتقال وابعاد اربعه عشر حارسا عن الاقصى ونصبت شرطه الاحتلال الاسرائيلي الحواجز العسكريه على الطرقات المؤديه لابواب المسجد الاقصى المبارك فيما فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم